بسم الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد امين. هو مطلوب كده كلمه عن الاسره وتحديات العصر. كلمه العصر دي كلمه شائعه دلوقتي قوي، فلازم نقف قدامها. يعني ايه العصر اللي احنا فيه ده؟ ماله؟ هو في يعني حاجه جديده؟ طبعا العصر اللي احنا فيه ده عصر متجدد وبسرعة. بلاش نقول متجدد لحسن يبان انه دايما ايجابي، متغير. يعني ممكن يبقى ايجابي وممكن يبقى سلبي. ففعلا اسرتنا المسيحية بتقابل تحديات كتير. فنسأل نفسنا ما ملامح هذا العصر، وبعدين هتبان التحديات ونقول ازاي نواجه هذه التحديات. ايه ملامح العصر اللي احنا عايشينه؟ على قد ما بيقولوا الناس اللي بيدرسوا هذا الموضوع، بيقولوا احنا في عصر العلم، عصر العقل، عصر الإلحاد، عصر سيطرة الميديا، عصر سيطرة الخطيئة أو الشيطان، أو لا نقول الشيطان، نقول الجسد، إن هو عصر يميل إلى الجسديات عن الروحيات، والأرضيات عن السمائيات، والزمنيات عن الأبديات. فهو عصر عايش المحسوسات والمحدودات، ومش عايش اللا محدود اللي هو ربنا قوي. يعني احنا بنتكلم بسرعة عامة، لان الله لا يترك نفسه بلا شاهد. بالعكس، ده احنا برضو في عصر فيه ملامح جميلة جدا. تاني، اذا كان على العلم فالعلم ممكن استخدامه ايجابيا، إن كان على العقل ممكن الإنسان بالعقل يبتدي يسيطر على سلبيات كثيرة قدر الإمكان. بس إنه محدود، عايز اللامحدود يساعده. العقل يقول بلاش للمخدرات، بلاش للسجاير، بلاش للخمور، بلاش للنجاسة، بلاش للانحرافات المختلفة. العقل يقول لا، يعني اللي بيعمل كده بيعمل كده، وعقله عمال يقول له غلط 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 غلط، وضميره يقول له غلط 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 غلط، وهو بيسكت الاصوات دي وبيسمع لصوت الجسد او لصوت الاصدقاء او لصوت البيئه المحيطه بيه. هنا بقى المسيح حط لنا شعار بيقول ايا كان هذا العصر لا تشاكلوا هذا الدهر. ما هو الدهر هو العصر. لا تشاكلوا هذا الدهر، دي نمرة واحد. بل تغيروا عن شكلكم، دي نمرة اثنين. بتجديد أذهانكم، دي نمرة ثلاثة. لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. أربعة، هما دي الأربع نقاط اللي هنقف فيهم ببساطة شديدة جدا. هو بيقول لا تشاكلوا هذا الدهر، يعني ما تقلدهمش. قبل ما تقلدهم ادرس عقل الأمور، فكر فيها. إيه؟ كله في الكريسماس بيشرب، أنا مش بشرب. دي فور فن، ما الفن بعد شوية يجيب مصيبة. ايه هما بيحبوا لما يبقوا مثلا في سن الصغير، ولادنا البريماريتال سكس ده عندهم على انه حاجه يعني كل الدنيا عايشه فيها، وماله يعيشوا براحتهم. بس انا مش هعمل كده، لان انا عارف ان ده هيعمل سكس ادكشن حقيقي كده. ده كلام علمي مش كلام وعظ.
الشباب الصغير اللي بيعيش في الكلام ده البريماريتال سكس ده بيخش في سكس ادكشن، ودي مكتوبه في الكتب. سكس ادكشن ده مش كلام بنقوله احنا في الوعظ عندنا هنا، لا ده حقيقه علميه. وكلمه ادكشن زي ما انتم عارفين جايه من كلمه اد، يعني هي از ادينج اول ذا تايم، ادينج اول ذا تايم، عمال يزود يزود يزود. لان بيحصل حاجه زي ما انتم عارفين اسمها الديبندنس، يعني يبقى هي از ديبندنت ابون ذس هابت. لو ما عملهاش الليفل بتاع الارتياح الجواني بيبقى الليفل ده بيبقى بينزل، فيحتاج ايه يعبي تاني من نفس الغلط عشان خاطر يوصل للنوع من الساتسفاكشن او التوازن النفسي، مش توازن نفسي سليم ولكن ده المتاح بشريا. طب انا اعمل ايه قدام ده كله؟ يقول لك لا قدام ده كله، لا قدام ده كله انا عندي اله قوي وعندي اله فادي وعندي اله مخلص ومقدس وممجد. ارجو ان احنا نحفظهم. يعني انا عندي اله قوي واله فادي ومخلص ومقدس وممجد، لازم اخده في حياتي ولازم نديه لاولادنا. ادوا ولادنا المسيح، عرفوهم بيه، حببوهم فيه، مجرد انهم يبصوا في عينيه هيحبوه لما يسمعوا بعض كلماته بطريقه مش وعظيه ممله لهم، ولكن بطريقه فلاشات كده. هم الوقت بتوع الاس ام اس النهارده ما بيقدرش يطول باله يسمع كلام كتير، عايز تديله المسج اس ام اس مختصره وتسيبه هي تتفاعل معاه ما دام دخلت واخترقت. بدل هو اكسبتد ات، يعني ايه اكسبتد؟ يعني رضي يسمعها. هو عنده حاجات كتير جدا عمال يسمعها، ايش حاطط في ودانه البتاع ده مش كده، وحاطط في جيبه ايه، وحاطط في جنب السرير ايه، وحاطط قدام عينيه ايه، وحاطط على اللابتوب ايه، وعلى الموبايل. النهارده مش محتاج هو حاجه من ده كله، على الموبايل بيقدر يحط كل الحاجات دي. ويعني ما نقدرش نقول لهم لا او مش لا، يجي واحد يقول لك هاخد التلفزيون منكم، تصبح على خير يا بابا. التلفزيون ايه نجيبه احنا على الموبايل؟ مش القناه بتاعتكم دي النعسانه؟ ده احنا هنجيب كل قنوات العالم، واحنا عاملين كده مطرحنا على الموبايل. ف عمالين بيقولوا لازم انجليزي، حاضر نلخص. فاحنا في العصر ده عصر الكوميونيكيشن وعصر الانفورميشن، يبقى في كده كوميونيكيشن تواصل، انفورميشن معلومات، بنعيش في منظومه مكونه من ثلاث كلمات. احنا لازم نتواصل، اثنين لازم نتفاعل، ثلاثة لازم نتكامل. In English we are living an age full of differences from the previous ages. And change is very rapid in our life because of the media, because of the intellect, because of science and scientific achievements, because of the individuals, a lot of individuals, because of the internet, because of the, you know, on the laptop and even on your mobile, you can get in touch with all the world and with all achievements in every fields of life. That's why we must speak with our young people concerning good data and good communication and good effect. We must give them the data.
In our bishopric we started to make what you call it the WhatsApp, because they have an application every day coming from everywhere in the world. We are sending them an application daily. It's a biblical verse, it's a motto in life, it's a saying of the fathers. يعني احنا بنحاول على الابليكيشن اليوم بنعمله في عصفية الشباب, وكل حد منكم يقدر يخش عصفية الشباب بالعربي او youthbishopric.com هيلاقي الابليكيشن ده, وهيلاقي كمية داتا في الموقع كتيرة جدا جدا عربي وانجليزي. ان شاء الله انجليزي بيزيد شوية شوية, عايزين ولادكم بيحبوا يخشوا على الحاجات دي. طبعا هو بينقي, يا خدوا بالكم, لان انا مش بقول له ان يا سلام ابدا, يقول لك ايش مونوتونس, بيقول لك يقول لك كده بيمل. فنقول له طب خد الحاجات الصغيره دي, شايف بس كده, شوف وان شوت, سطر واحد, واعمل له ديالوج واقول له طب السطر ده مهم ولا مش مهم؟ It's not important, Dad. ثم نفكر فيه, تعال نفكر سوا مع بعض. لما بيقول drugs means death. The 4-H club, عارفينه؟ 4-H club ده عايزين الناس يبقوا members فيه, اللي هو بيقول holiness, health, happiness, heavens. If you are holy, you're going to be healthy. واشرح للولاد كده, مش وعظ, it's a fact, it's a medical fact and a practical fact. ان الهولنس بتدي health وصحة, والhealth بتدي happiness. الانسان السيك بيبقى دايما sad, لكن لما يبقى هو بقى عنده صحة كويسة بيبقى happy. وطبعا الشباب عندنا عايزين يبقى صحتهم كويسه عشان يلعبوا, وبعدين بقى ده leads to heavens, الانسان يقضي حياه سعيده على الارض وابديه سعيده في السماء. The 4-H club, we want to convince our young people to be members in this club. It's not a club having a restricted area, it's a club of, you know, mottos in life. Holiness leads to health, health leads to happiness, happiness leads to heavens. Therefore, it's good to be holy in order to be healthy, happy, and heavenly. فإحنا عايزين ولادنا يعني يبقوا convinced بالمنطق وبالعلم وبالداتا. في إحصائيات دلوقتي في كل حاجة بتتكلم على خطورة الايدز, خطورة السيفلس, خطورة الاستيديز, سيكشوال ترانسميتد ديزيزز. يعني طبعا ده كلام علمي, فممكن انا استثمر العلم ده في ان انا convince my young people to be holy, healthy, happy and heavenly. لكن لو سيبناهم للعالم هو اللي يمشيهم, ممكن ياخدهم مننا ويضيعوا. تقول لي طب انت عايز مني نصايح كتير, اقول لك ما بيحبوش النصايح, يحبوا ثلاثيه جميله. يعني اعتقد انها مهمه, نتواصل معهم, نتفاعل معهم, نتكامل معهم. يعني نتواصل معاهم, يعني ما اقعدش مطرحي واقول له تعالى يا حبيبي عشان اقول لك الصح من الغلط. قال انت دقه قديمه, انت بتاع الاولد ايج بتاع زمان, انت دريان باللي حصل والتكنولوجي والانترنت والبتاع. انا مش دريان قوي, معرفه بسيطه, وهو بقى اكسبرت. فانا هقول له معلش يا حبيبي, ما انا عايز اسمع منك عشان استفيد منك الحاجات دي برضه. قول لي ايه الاتشيفمنتس اللي حاصله في الحاجات دي, وانا هقول لك خبره الحياه, انا اكبر منك وعديت على تجارب كتير, خدها مني لان دي ثروه, خدها مني عشان تستفيد. انا اديك الخبره وانت تديني الحيويه. I give you experience, you give me life. ومع بعض we can interact, نتفاعل,
after being نتواصل يعني communicate وفي النهاية we can complete each other يعني نكمل بعضنا البعض. تديني انت من حيويتك كشباب وانا اديك من خبرتي ككبير في السن. We want to get in touch with our young people and youth generations coming to the scene because they are affected by many types of effects. Intellect effect, media effect, society effect, friends effect. كل دي حاجات بتأثر فيهم. احنا يعني مش هقول نحارب، مش عايز كلمة نحارب انا، لكن احنا بنواجه we are facing a lot of enemies that may destroy our young people. احنا مش ضد الحياة ولا ضد العلم ولا ضد العقل، لا احنا ضد الغلط، ضد المفسدات، ضد الحاجة اللي تدمر ولادنا وتدمر المستقبل بتاعنا. انا عايز اخدم بالثلاث كلمات دول، تعالوا نتواصل مع اولادنا، تعالوا نتفاعل مع اولادنا، تعالوا نتكامل مع اولادنا. قرب منه، ما تقعدش مطرحك وتقول لما يجي لي، مش هيجي. قرب منه، كل ما تقرب منه ايه ده انت بقيت اكسبرت يا ابني في التكنولوجي، الواحد فينا خايف في الحاجات دي. يا حبيبي انتوا العصر بتاعكوا عصر التكنولوجي الجميل والانفورميشن والداتا وحاجة جميلة، وريني كده، خلينا نعيش معاك الحاجات دي، يحس ان انا ايجر ان انا بقى يعني اخد ودي معاه. وبعدين اقول له بس بتالي الداتا دي تقدر تجيب داتا بوزيتيف وداتا نيجاتيف، يقول طبعا يا بابا. ممكن الواحد يخش على بورنوغرافي سايتس للصبح، ممكن يحصل هاكينج، يبقى هو عمال يشوف حاجه نظيفه كويسه ويحصل هاكينج ويروح داخل عليه صور وحشه. اقول لا، ما كده بقى لازم كل واحد عنده ريزيستنس، والريزيستنس دي ما تجيش الا من باور جواك، والباور دي ما تجيش الا من جيسوس كرايست اور سيفيور. لو المسيح جواك هيبقى عندك مقاومه، يو كان ريزيست اني ثينج نيجاتيف اند سبورت اني ثينج بوزيتيف ان يور لايف اند ذا لايف اوف ذا اذرز اند ذا لايف اوف ذا بيبل اراوند يو ات لارج. فاحنا عايزين النهارده نطلع بالثلاث كلمات دول، عايزين نتواصل مع الاجيال الجديده، نتفاعل. ما تحجرش انا في مطرحي واقول له تعالى لي عشان افهمك، مش هيجي. ولو قال تعالى بابا يبقى مش مؤدب يعني، مفروض هو ايه نص سك وانا ايه نص سك، هو ده الصح بقى. يعني اللي هي سموها دلوقتي في العلوم الإدارية الحديثة وين تو وين سيتويشن، يعني هو كسبان ان هو راح لنص السكة فاستفاد حاجات كتير، وبابا كسبان راح له نص السكه فقرب من ابنه وبنته. نتواصل، فيبقى احنا الاثنين كسبانين. نتفاعل، ما نقعدش كده كل واحد في متحجر، لا ناخد وندي مع بعض. انتر اكتنج يسموها، يعني اي اكت انسايد ام هي اكت انسايد مي، تقول يعني ايه هو اللي هيعلمني؟ اقول لك لا، استفيد منه معلومات وداتا واعرف الدنيا ماشيه ازاي. احنا حقيقي ما بنعرفش الدنيا ماشيه ازاي الا لما نشوف ولادنا يحكوا لنا ايه اللي بيشوفوه في الميديا، ايه اللي بيشوفوه في المدرسه، ايه اللي بيشوفوه في الشارع. احنا ما شفناش ده في عصرنا طبعا لما كنا كده، فيبقى لازم نتواصل. اثنين، نتفاعل. نمره ثلاثه، نتكامل. اقول له بص بقى انا من غيرك مش هعرف اعمل حاجه، انت الحيويه يا ابني، فانت اللي هتساعدني في الشغل وهتساعدني في الكارير، هتساعدني في المستقبل ليك ولنفسك ولولادك بكره. فاحنا هنتكامل، هاخد منك حيويه، بس وانت بتمشي انت محتاج خبره، انا هدي لك الخبره بتاعت الحياه بتاعتي، وخد خبرات كثيره من كثيرين، لان بدون الخبره لا تكون الحيويه نافعه ابدا. بدون الدركسيون ها الموتور يودي الدنيا في داهيه.
ولا ايه؟ ما كانش الواحد يظبط الدركسيون ممكن الموتور. يعني اختم بحدوته صغيره افتكرتها لما كنت في الدير زمان. جات لنا عربيه، واحد راكب عربيه يزورنا، ما كانش في عربيات بتروح هناك، وكان الطريق يعني يا دوبك معمول جديد كده مدقق. فهو محب للدير صاحب العربيه، فجه عشان يزورنا، فرحنا بوجوده وبتاع. واحد من الرهبان الكبار القدام بقاله في الدير يجي 20 30 سنه، قال له انا بعرف اسوق، انا بعرف اسوق، اركب عشان اسوق، اركب عشان اسوق. هو طبعا 30 سنه ولا بيسوق ولا بتاع، بقى له يعني ايه حتى لو كان بيسوق مش عارف كمان الايه الميكانيزم الجديده بتاع العربيات يعني. فالجدع اتكسف بقى كده، قال له اتفضل يا ابونا، اتفضل يا ابونا، وركب جنبه كده. وده ايه ركب الايه العربيه وابتدى راح مدور كده بدون، راح لابس في سور الدير. بس الحمد لله السور قوي قوي، فكل اللي عمله انه ايه خرشم الفوانيس اللي هي بتاعه العربيه، وهو دكها بسرعه راح ايه طاف العربيه قبل ما تولع ولا حاجه. ونزلنا والعربيه قعدت يومين ثلاثه في التصليح، والراجل اتعطلت مصالحه نتيجه ان ما ينفعش الواحد يعمل حاجه بدون اللي اسمه انتوا بتسموها النو هاو بتاعتكم دي. النو هاو لازم يعرف هاو تو دو ذيس اند هاو تو دو ذات. تعالوا نتواصل مع ولادنا، بلاش نقف جامدين يضيعوا مننا، تعالوا نتفاعل معاهم. حلو دي منك ممتاز يا ولد، جدع 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 يا عندنا، حلو قوي دي بتاعت ماما كان نفسي ابقى كده. وماله، هو في حاجه ممكن تبقى احسن من كده غير لما نحقق كده؟ تيجي اللي احسن بكره زي الفل يا حبيبي. يبقى نتواصل، نتفاعل، نتكامل، اخد منه الحيويه وياخد مني الخبره، وتستمر الحياه لمجد المسيح ولخلاص كثيرين لربنا المجد الدائم. انا قلت ثلاث كلمات ونسيتهم، الحمد لله رب العالمين. قلنا ايه؟ نتواصل، نتفاعل، نتكامل. انجليزي كوميونيكيت انتر اكت كومبليت ايتش اذر سبورت ايتش اذر. وي هاف تو دو ذات. We must communicate between the two generations or the three generations. In the church now we can have four generations. Therefore we communicate, then interact, not just communication for fun or for social things. No, interact. I benefit from him and he benefits from me. And they complete each other, give and take. This will cause the so to speak, the win-win situation. He is winning because he is supporting himself and forming himself. And the parents are winning because he will not go astray or damage and ruin himself. Not our son, huh? نتفاعل، نتكامل، communicate، interact، support each other. God bless you. Thank you very much.